نهنيكم بعيد الفطر المبارك، كما نقول لكم تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس الرئاسة ووزير الدفاع ورئيسية الأركان وقائد بحور العلب، كونه لديه مهمة خاصة فاعتذر عن الوصول. ونحييكم كما نشعر بالفخر أمام هذه المعنويات وهذه الوجوه السمراء التي قابت على الجناد، وإن شاء الله وبإذن الله أن يعود علينا العيد العام القادم بهذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ما يسمو إليه من دحر هذه الميليشيات المجوسية ومن نصر إلى نصر بإذن الله. ونحييكم كما نحيي مواقفكم الشجاعة. التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الرئاسي وللقيادة العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقيادة محور علب. كمان هن أبطالنا المرابطين في الخطوط الأمامية ونشد على أيديهم بالضرب بيد من حديد والرد على الخروقات الحوثية المستمرة يوميا. كمان هن جميع أبطال القوات المسلحة في جميع الميادين ومختلف الجبهات، ونهنئ الشعب اليمني بهذه المناسبة وأعيادنا في جبهاتنا، وكل عام وأنتم والوطن بخير إن شاء الله.